واضح انه الكوفي شوب صار اهم مني بكتير. يا عمي انا رايح اشتغل وليد، مش رايح العب. بعرف. ليش هالقد جديه؟ شو القصه رندا؟ مني جديه. بس حس انه في شيء غلط عم بيصير. شو هو هالشيء الغلط اللي عم بيصير؟ انه لقيت وظيفه جديده؟ بطلت عاتل على العمل؟ او لان صرت عم طلع مصاري وصار في يعيش مثل كل هالناس؟ هيدا غلط برايك؟ اكيد لا، انت بتعرف انه لا. طيب لكن شو القصه قولي لي؟ ماشي، قلت لك حاسه في شيء غلط. يا عمي بعرف انك حاسه شيء غلط، ما عم تحسسيني اياه كل دقيقه او كل ثانيه. غريب، انت اكثر شخص بيعرف قديش كنت بحاجه لهالشغل، وبتعرفيني قديش مبسوط فيها، ليش هيك عم بقطيني فرحتي؟ ليش هيك عم تعملي؟ بالعكس، انا مبسوطه لانه انت مبسوط. لو مبسوطه كنت ضحكتي لك شي ضحكه من قلبك، كنت قلتي لك شي كلمه حلوه اللي من اول ما جيت قلبي خلقتك رندا. بعرف اللي عم تمرقي فيه صعب، بس في انا كمان موجود، فكري فيي شوي. معلش. والله تعبت راضيكي، والله تعبت راضيكي.